اليوم شنو طالع؟ محمود التركي لابس شفقة، بس ما راح اغني تعال شبعك حب شبعك دلال شفقة، لان شعري حيل طولان وما اعرف شو اسوي بيه. تسريحة مالتي اسمها تسريحة الحلاق الميت، فتفضلوا شوفوا، ما اعرف شو راح اسوي. فبمناسبة شفقات ومحمود التركي، شفت له صورة لابس سترة، السترة بيها الخيوط طالعة منها انا والردن مالتها مثل المشققة، بس الفقرة وين الفقرة؟ انه هو ملابس قميص نص صدره طالع ولابس حزام، الحزام مثل عبالك يعني مفتر هيجي وجاي ولازم ايده، فما ادري ايده مكسوره ما اعرف هو هيجي الموضوع، والستره دقمتين، واحده من الدقم راح تنفجر من الكرش، فما اعرف من ورا هاي الموضه ومنو راح يقلده. طبعا باعتبار انه هو عنده جمهور وهيجي وناس تحبه هوايه، طبعا عادي يعني انا ما اسمع له، بس شفت صوره ودا اشوف دا اشوف شنو التعليقات على الانستغرام وهيجي. واحدة من الصور قاعد بالحديقة دا يتمرن، لابس تي شيرت ازرق، هسه هاي الصورة حتى تشوفوها، عرقان، بس اذا تباعون على الشفت كل شيء ماكو، 10 كيلوات، يجوز هو ذاك اليوم هو كلش حار وطالع برا بالحديقة، فلهذا هو عرق، يعني مو لان موضوع يتمرن ويتمرن قوي، لان هو جسمه شكله مو مال تمرين. واعتقد هو هاي الموضوع مال الاسنان ومال الجسم، عمليات تجميل. فعنده صورة ويا ممرضة، الممرضة ما شاء الله مليانة سيليكون، مليانة الشفة حيل صايرة شو اسمه، والخدها الكبرى والمواضيع كلها كبيرة عندها، يعني لعد عليش انت مصور صورة دا تتمرن وصورة الأخ بعيادة ما تجميل، هاي اكو تناقض بالموضوع، فالمفروض لو تسوي عمليات تجميل مثلي، يعني خشمي تجميل عادي ماكو مشكلة وسنوني هي طبيعية، لو تتمرن وحتى العالم تفتهم شنو الموضوع. طبعا محمود التركي هواياته السباحة والرماية، بقال بس ركوب الخيل ويطب للجنة. راح تطلع صورتين مال أغنى رجلين بالعالم، بيل جيتس وجيف بيزوس. جيف بيزوس المالك مال أمازون، مالت النت وورث أكثر من 150 مليار دولار. شوف صورته شقد بسيطة وحلو، يعني مرتب كلش، لابس نظارات ويتمرن مبين شكله يتمرن قوي ولابس فيست وعادي الموضوع وحلو نظيف، وهاي العالم تتمنى أصلا تحكي وياه. بيل جيتس لازم كتب وكلش بسيط، لابس فتشي كلش بسيط ولازم كتب، يعني انه بيها معنى انه انا بهاي الكتب وصلت هاي المرحلة وهاي الفلوس. محمود التركي تشوف مالته الملابس، يعني ما حد يقدر يلبس الا واحد عنده كل الشعر هواية. موضوع اللحية مهمة دا افتهمه، لحية لهنا يعني لو شوية تطول تطب بخشمة مثل لو يا اما شوارب نامق، فما اعرف هو العين ما تعلى على الحاجب واللحية ما تعلى على الشوارب، هاي شلون دا سووها ما دا افتهم. فالفرق بين الناس اللي هي عملية مثل بيل جيتس وجيف بيزوس انه كلش بسيطين، يعني يدرون عالم تحبهم وتريد تصير مثلهم، الانطباع اللي تاخذه من بيل جيتس وجيف بيزوس انه البساطة حلوة وممكن تصير عندك فلوس كل شوية، بس تضل بسيط ونظيف ومرتب. بالصفحة الأخرى تشوف محمود تركي والباقين مصاليخ، يعني بعد شوية شو اسمهم الأجسام تعبانة، يعني أتعب من جسمي، يعني لا عدلو عندهم أجسام شي يسوون.